بنتي يا اخوك على فكرة الاسبوع الجاي هتتجوزي. ايه يو مالك يا بنت اتنقصتي كده؟ هو في واحدة لما تسمع خبر جوازها تتنقز النقزة دي وتتخض كده؟ دول البنات يا اختي بيفرحوا ويموتوا من الفرحة كمان، ومش بعيد وي زغراته. لا خالص، بس يعني اتجوز ازاي؟ وبعدين العريس ده شافني فين؟ وانا مش هشوفه، مش هشوف يعجبني ولا ما يعجبنيش. بنتي يا خوخة انا سامعاكي كويس؟ انتي عارفة يا اختي ان ماليش الا مرارة واحدة. انا لا اتفقت معاكي على كده ولا علمتك كده. انا ما عنديش حد يقول لي الكلام ده يا روحي. العريس ما يهمنيش يا حبيبتي انه يعجبك ولا ما يعجبكيش، المهم عندي انت تعجبيه. يعني اتجوزه من غير ما اشوفه حتى؟ اوه من غير ما تشوفي حتى؟ علشان انا شفته وقررت ان انت هتتجوزيه. جرايه يا ماما، انا جالي عريس بمواصفات معينه، عايز واحده بيضة ونخشب وحلو وبنت بنون، وانا بقى شايفه ان المواصفات دي تنطبق عليكي. طب انت عارفه ان انا مش بنت. ما يهمنيش يا حبيبتي، الموضوع ده عندي سهل. المهم عندي العريس. ده راجل مش سهل، ده راجل مقتدر، غني، عارفه يعني ايه غني؟ المهم تبيضي وشي معاه وترفعي راسي. يا بنتي انت مش فاهمه، يخرب بيتك. يا بنتي ده هياخدك يعيشك في قبها. مش مهم ارفع راسك ولا ما ارفعش. المهم قبلين هنعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها؟ احلها ازاي يعني؟ لا حلها بسيط عندي، هما كلها غرزتين، هاتي الشكي وهتبقي زي الفل. غرزتين ايه؟ احي يا بنت لما يجي الدكتور صبحي هتفهمي كل حاجة أول ما يعمل لك العملية. لا دكتور ايه، أنا ما بحبش العمليات وبخاف منها. دي عملية بسيطة قوي، سهلة جدا، هيحولك كده بقدرة قادر من مدام لمدمزه. ما أنت قلت لي على الرفع سهل جدا. لا لا معلش المرة دي بجد صدقيني، حاجة بسيطة وسهلة. وبعدين ايه يعني؟ احنا كده بنبقى مش بنخم الراجل وبنضحك عليه، مش حرام؟ لا اصلا لا لا انا ست سحبت عليا، مش هستحمل اللي انت بتعمليه ده. جرى ايه يا بت؟ جرى ايه يا بت؟ جرى ايه يا شيخه خوخه؟ منكم نستفيد يا حبيبتي؟ جرى ايه؟ انت بتعرفي في الدين اكتر مني ولا ايه؟ انا اللي اعرف الحرام والحلال، هو من امتى يا اختي تستير البنات بقى حرام؟ حكم يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. حطي براحتي. قهوه حضرتك مظبوط صح؟ اتفضل. وقهوه المتر ساده انا عارفاها. اتفضل. الليمون بقى، الليمون بقى الوصايه للشيخ جلال، هتدوق بقى وتدعي لي. الله يكرمك. بألف هنا وشفا. حضرتك اتفضل يا ماما. بألف هنا وشفا. يلا المهر والمؤخر كام يا حاجه؟ المهر 50,000 والمؤخر 30,000، مش كده يا شيخ جلال؟ شدوا يا حاج شدوا. العروسة ليها وكيل يا حاجة؟ وكيل ايه يا متر؟ العروسة وكيلها ربنا، ومقطوعة من شجرة وانا اللي مربياها. ونعم التربية يا حاج، ونعم التربية. بنتك يا عريس، بنتك يا عروسه. هات يا اخويا. طب ما هي بتعرف تكتب. خدي يا اختي، امضي يا حبيبتي امضي. يلا تسلم ايدك، تسلم ايدك. خدي يا متر. اتفضل. بالرفاوة والبنين يا حاجة إن شاء الله. ألف ألف مبروك. ألف مبروك يا شيخ جلال. مش هوصيك بقى، مش هوصيك على خوخة، دي بنتي أنا اللي مربياها، بنت غلبانة وأميرة. في عيوني يا حاجة. الله يخليك، الله يخليك. مش يلا نجوم يا عروسة؟ طبعا يا أخويا، تاخد عروستك وتتهنى. ألف مبروك بالرفاوة والبنين. صوتي في بحر. يلا يا أختي يلا. هيك يا فاهمة؟ ألف ألف مبروك، ألف مبروك. خلي بالكم من بعض، طريق السلامة يا أحلى عرسان، والنبي خمسة وخميس، الله أكبر. بقى يا راجل يا ناقص يا غلط، جاي قدام الزبون وتقول لي العروسة ليها وكيل من إمتى؟ يا حاجة لزوم الشغل، ده إحنا تلاميذك. تلاميذي قوي، أنت هتودينا في ضهرك، خيبة.
السلام عليكم. وعليكم السلام. جلسوا جلسوا. مين دول؟ دول زوجاتي. زوجاتك؟ ده انا افتكرتهم شغالات. ومنين بقى؟ السودان والفلبين وإريتريا. لا مش قصدي منين كده، منين يعني متجوزهم ومتجوزني؟ والله لو ما عاجبك ارسل لك ورقه طلاقك للحجة تقى توصلها قبل لا توصلي لها انت. هتطلقني يوم ما تتجوزني يا نهار اسود؟ انا متزوج فتره بسيطه تبسطيني فيها، وفوق كل هذا يجيك اللي تبغينه غير كذي مالك شيء عندي. فاهمه ولا ما فاهمه؟ فاهمه. طب يلا يلا خلصنا. ايوه كذا انا احبك فضلي. خير يا روح خالتك ما تقلقيش. بس لك شيعتيلي بعد يومين يعني من جوازي، فقلت اكيد في حاجه ضروريه. لا يا اختي ما فيش حاجه ضروريه، بس مش عارفه كنت اصل انا كنت عايزه اقول لك ان جلال طلقني. ايه؟ طلقني ازاي؟ زي الناس يا روح خالتك. في ايه يا بت؟ ما يطلقك، ايه المشكله يعني؟ انت مبسوطه 24 قراءه. ومين يا روح خالتك اللي قال ان الراجل مش مبسوط؟ تالت ومتلت ده، حتى بعت لي جواب شكر على حد عندي علشان يشكرني على حسن اختياري ليك. امال طلقني ليه؟ عادي طلقك يا اختي زي الناس. فهم جلال رجع بلده، هياخدك معاه يعمل بيك ايه يا روح خالتك؟ وبعدين الجوازه كلها كانت في الكام يوم اللي هم فاضلين في اجازته. دي جوازه ايه بقى دي؟ دي جوازه الهنا. حتى شوفي بعت لك دول معايا. ها ايه رايك؟ خد. ايه يا بيت؟ سيبك بقى بلا جلال بلا نيله دلوقتي، خليه يغور. المهم عايزه اقول لك اني جايبه لك جوازه جديده، انما ايه سقعه. جوز ازاي وانا لسه في العده؟ عدت اهي روح العده يا بنت ما تعصبينيش. طب خد عدي معايا. هي دي النيلة يا بنت؟ بقولك عدي. وخدي دي كمان، دي ورقة جوازك من جلال. افتح الباب يا بنت يا فتحية عشان الناس جم. اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ، اتفضل اتفضل يا متر، بكم مطرحكم اتفضلوا. السلام عليكم يا حاج. اتفضل يا اهلا وسهلا، نورتنا. النور ده هو ده العريس؟ لا يا اختي ده الوكيل بتاعه. فين العريس بسلامته؟ العريس في اسكندريه عنده شغل مهم، هو فاضي للكلام ده، انت اللي هتروحي له. بعد الوكيل اتجوز بداله؟ طب وفيها ايه؟ ليه انت فاكره اي كلام؟ ده الوكيل ده كلام ده قوي، وبعدين ده ياما اتجوز له. ويحضر ليله الدخله بداله برضه؟ ايه؟ بتبرطمي تقولي حاجه يا بت؟ بحسب. يا اهلا وسهلا. الله يخليك يا متر. يلا يلا ابتدي اكتب العقد يلا. منورنا يا شيخنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. اهلا بيكي. اتفضلي افتحي. شكرا. ثواني بس ورياض بيجي لك حالا. ماشي. تشربي ايه يا ست الكل؟ لا شكرا. قمر قمر. ايه العز ده كله؟ بس شكلهم ناس غريبة برضه. تفضلين كده تدخلي في بالانسات لغايه ما هتلبسي في حته وهتتوكسي. انا عارفه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالعروسه. اهلا وسهلا.
ليه؟ الله اللهم صل على كامل النور. لا ده انت احلى من الصوره بكتير قوي. ربنا يخليك يا سيدي رياض، دي عيونك هي الحلوه والله. ايه الحاجه تقى بعتت معاك الورقه؟ اه اتفضل. تمام يا مرات يا حبيبتي. ايه ومحضره لي ايه بقى؟ كل خير. هي الحاجه تقى ما حكتلكش عني ولا ايه؟ حكيت لي على كل حاجه. امال انا اتجوزتك ليه يا جميل؟ قول لي يا سيدي رياض، هو في حد هنا يعني انت متجوزه في الشقه قاعد معانا؟ لا ما احبش حد يتعدى حدوده، كل واحد يلزم مكانه. ما تساليش عن حاجات مالكيش فيها ابدا. لا 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 انت فهمتني غلط، متاسفه والله. انا بس بشوف يعني لو حد اتعرف عليه كده ولا كده يعني. ده انا عايزه رضاك والله. اه يعني سعادتك هي بس امنيتي، انا تحت امرك والله، تحت امرك في كل حاجه. ايوه احبك كده وانت فاهمه. يلا تعالي معايا يا خوخة قمر. حلوة قوي 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 خوخة ده، عشان اقول لك وكل خد عليه خوخة. يا خوخة يا خوخة يا خوخة. حركي قدامي يا بنت الكلب، يا مرة يا بنت الكلب. راحة تشكيني الخدامة يا مرة يا بنت الكلب. تبهالي اتجوز اتنين ولا حتى مليون. الله بفلوسي يا ناس، بفلوسي تقرا بفلوسي، فاهمه ولا نقول كمان؟ انا ليه حق عليك؟ حق ايه؟ حق ايه يا ام حق؟ انت بنت، انت فاكره نفسك ان انت مراتي ولا ايه؟ لا حبيبتي فوقي، احنا متجوزين جواز نسيان، يعني جواز متعه، فاهمه ولا فهمك تاني؟ فاهمه. ايه اللي خلاكي تروحي تسالي على عنوان بيته ولا عنوان شغلي في مصر؟ ها انتي انتي تسالي ليه؟ بتسالي ليه انتي؟ انت فاكره ان مراتك وليها عالي؟ وعرفت يا اختي وعجبك اللي عرفتيه؟ عجبك ولا قول تاني؟ اقول لك تاني؟ اسمها كده بقى، وطالما وصلت معاك كده يبقى ارجع النهارده ما الاقيش وشك هنا في الفيلا تاني. مفهوم؟ فاهمه؟ تعالي تعالي معايا قبل ما تقولي بداعي، عايزه اودعك. تعالي تعالي معايا، لازم اودعك. تعالي